يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات الأسبوع. في الحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا جدا، لأن هي حلقة مباراة اليوم الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري. هذه البطولة الهامة جدا وفي إطار منافسة قوية للغاية مع فرقتين بيراميدز والزمالك، فبالتالي مباراة غاية في الأهمية. عندنا كواليس لحظة بلحظة من مقر إقامة فريق النادي الأهلي قبل التحرك لهذه المباراة، هننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة، وكل التفاصيل اللي بتهم حضراتكم كالعادة زي ما تعودتوا من خلال شاشة قناة ناديكم الحبيب، قناة النادي الأهلي. مباراة مهمة هنتكلم عليها بتفاصيل كتير في الحقيقة، لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، والسؤال ليه علاقة طبعا بالمباراة، توقعات حضراتكم للتشكيل والنتيجة كمان. هناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. قبل كل شيء وأي شيء عايز طبعا يعني أهني كل الأمة الإسلامية بمناسبة يعني العام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، ويا رب دايما أيامنا كلها أعياد وفرحة وسعادة، كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب، مباراة النهاردة هي مباراة قوية، ولو تفتكروا احنا من الأسبوع اللي فات وبدايته كده اتكلمنا ايه، قلنا يا جماعة الأهلي ليه 11 ماتش في بطولة الدوري، الأهلي مطالب انه يكسب كل الماتشات لو عايز ياخد الدوري، وانتظر تعثر نادي الزمالك المحتمل، وارد جدا في الكوره ان اي فرقه تتعثر يعني حتى لو ماشيه بشكل كويس، وفي الحقيقه نادي الزمالك ماشي بشكل كويس الفتره دي جدا، لكن عنده مباراه قويه جدا قدام بيراميدز. قلنا في ال11 مباراه زي ما حضراتكم طبعا شايفين دي الكواليس قدامكم من مقر اقامه الفريق قبل التحرك لملعب مباراه اليوم، سواريش وجهازه المعاون، وهتشوفوا طبعا لقطات للاعبين لحظه بلحظه، هنكون معاكم كالعادة في الكواليس زي ما حضراتكم متعودين دايما مننا يعني، وده أمر بيهم جدا جماهير النادي الأهلي يعني. ولسه على مدار الحلقة كمان لسه هنجيب حاجات بتفاصيل أكتر وأكتر، وآخر الاستعدادات للفرقة وإزاي استعد الفريق لهذه المباراة، وتفاصيل بعض اللاعبين وكل الأسئلة اللي في أذهان جماهير النادي الأهلي. طيب، كنا بنتكلم على المباريات المتوقعة للنادي الأهلي، وقلنا في بداية الأسبوع اللي فات الأهلي ليه 11 مباراة مطالب انه يكسب في كل المباريات، ولينا 33 نقطة، خدنا من 33 نقطة كام؟ خدنا 6. تمام؟ ناقص لك كام ماتش؟ 9 ماتشات. حلو؟ حلو. يعني أنت كده دلوقتي عايز 27 نقطة تاخدهم علشان بإذن الله تقدر تاخد البطولة. وهنا السؤال يا جماعة، هو الأهلي يقدر ولا ما يقدرش؟ لا يقدر. مليون في المية يقدر، حتى لو الأهلي ما بيمرش بأفضل فتراته، ودي حقيقة. الأهلي مش في أحسن وأفضل فتراته، اللعيبة مش في أفضل حالاتها، كل دي أمور إحنا واخدين بالنا منها وإحنا متابعينها وإحنا شايفين الدنيا ماشية إزاي، لكن في نفس الوقت روح الفانيلا الحمراء لو اتلعب أو اتلعبت المباريات بيها أو من خلالها تقدر تكسب وتقدر تعدي وتقدر تحقق هدفك. فخلينا ناخدها خطوة بخطوة، لسه عندي كلام كتير جدا عن المباراة دي. خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين لحلقة النهاردة، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يواجه المقاولون الليلة بالتوفيق يا رب إن شاء الله. وفي الترند المحلي، تخوف في الجبلاية من ودية بلجيكا مش عارف ليه، يلا بينا. وفي الترند العالمي، المواجهة الأولى بين صلاح وهالاند على كأس الدرع الخيرية بالتوفيق لنجمنا المصري العالمي. أهم مباريات اليوم النهاردة، في ماتشين في بطولة الدوري، ماتشين مهمين جدا. أول مباراة هتكون ما بين إنبي والمصري، دي في تمام الساعة 6:30 مساء. وبالمناسبة خلوا بالكم المباراة دي مهمة جدا لإنبي، لأن إنبي يعني في نزيف نقاط كبير جدا عندهم، فبالتالي ممكن يخشوا في دوامة الهبوط، فلازم يلحقوا نفسهم بدري بدري، رغم أن يعني المقابلة دي أو المباراة دي هتكون غاية في الصعوبة مع فريق المصري. فمباراة قوية جدا الساعة 6:30، الساعة 9 بالليل المباراة اللي بتهمنا قوي قوي، وهي مباراة المقاولون والأهلي في ملعب المقاولين العرب، إن شاء الله الأهلي يقدر يفوز فيها، وثلاث نقاط جديدة إضافية في رصيده بإذن الله تعالى. النهارده كمان مباراة الدرع او كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، ويعني خلاص بقى المباريات في الدوري الانجليزي ابتدت ترجع، يعني الدوري الانجليزي يبتدي يوم الجمعة ان شاء الله مواجهة ارسنال مع كريستال بالاس، لكن النهارده بتبقى دايما المباراة الافتتاحية للموسم يعني،
فاعتقد ان محمد صلاح خلاص حقق كل الالقاب مع ليفربول، تقريبا ناقص له كاس الدرع الخيريه، هي تقريبا البطوله الوحيده اللي ما فازش بيها. هنشوف بعض الصفقات الجديده سواء هنا في ليفربول، مثلا نونيز مثلا ابرز اللاعبين اللي انضموا حديثا ليفربول، وهو اللاعب الاوروجواني المميز اللي جاي من بنفيكا. عندك هالاند طبعا النجم العالمي الكبير جدا اللي راح مانشستر سيتي جاي من دورتموند، من الوارد جدا تلاقيهم في التشكيل الاساسي اللي هقوله لكم بعد شويه لكل فريق. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في هذه المباراه اللي هتنطلق في تمام الساعه 6 مساء. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى كل التفاصيل، فاستنوا. طبعا مباراة يعني مهمة جدا 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 بالنسبة لنادي الأهلي، مباراة المقاولين النهاردة، وصعبة في نفس الوقت. فريق المقاولين بيصارع على البقاء في بطولة الدوري، ادي رقم واحد. رقم اثنين، هو اصلا فريق يعني كرويا كده رخم، يعني ماتشاته بتبقى صعبة جدا سواء مع الأهلي او مع الزمالك، فرقة كويسة ومحترمة حتى لو موقفهم في الجدول مش حلو. يعني انت في نفس الوقت بتمر بظروف صعبة كنادي أهلي كفريق تحديدا، اهتزاز في المستوى، اهتزاز يعني ملحوظ في اداء اللاعبين على مستوى الثقه كمان تحديدا. ممكن يكون بالنسبه لنا ما فيش مبرر لكده، لكن في عوامل كتير ممكن تؤدي لكده في الحقيقه. يعني فانت ازاي تقدر تتغلب على مرحله زي دي وتعديها على خير باذن الله تعالى، وازاي تقدر تواصل منافستك على بطوله الدوري اللي من الواضح ان هي هتستمر لاخر مباراه، من الواضح كده ان هي هتستمر لاخر مباراه في البطوله مع نهايه شهر 8 31/8 اخر ماتش لكل الفرق يعني في بطوله الدوري. فحتى لو انت مش في افضل مستوياتك لازم تلعب بروح، وده اللي بيفتقده النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بمنتهى الصراحه والوضوح. لو الروح عندنا عاليه شويه في الملعب، اصرار كبير جدا ممكن يعوض الاداء اللي مش حلو. وانا بشوف حته الاداء دي منطقيه شويه، ان احنا ما بنبقاش كويسين بسبب التغيير في الجهاز الفني، بسبب المباريات المتتاليه اللي بشكل كبير جدا والمضغوطه، والاكيد بتاثر، مفيش عمليه او مفيش مساحه للاستشفاء الكافي بالنسبه للاعبين. يعني عوامل كتير او غيابات طبعا واصابات كتير جدا جدا في صفوف الفرقه. لكن في نفس الوقت ودايما بحب اتكلم بصراحه، يعني ما هو في عناصر ما كانتش بتشارك الفترات الكبيره اللي فاتت وجالهم فرصه دلوقتي، لازم يستغلوا الفرصه دي لو هم حابين يكملوا جوه النادي الاهلي. الناس اللي هي ما كانتش بتلعب قبل كده وبتشتكي، او مش عايز اقول بتشتكي، يعني كان نفسها ان هي تشارك مع النادي الاهلي، جات لهم فرصه المشاركه بسبب الغيابات الكتيره جدا والاصابات الكتيره جدا. فلازم يستغلوا الفرصه دي بافضل شكل ممكن. لحد دلوقتي انا مش شايف ان في استغلال للفرصه دي. اتمنى لسه عندنا 9 ماتشات، اتمنى ان خلال ال9 ماتشات دول نشوف نجوم جديده للفرقه في المباريات المختلفه. يعني لو حد مثلا ما كانش بيلعب قبل كده، فرصتك انت ال9 ماتشات دول تقول يا جماعه انا هنا، انا موجود اهو، انا لعيب جامد قوي واستحق ان انا ابقى موجود في جوه النادي الاهلي. تلعب بمنتهى الروح، باصرار عالي جدا، تموت نفسك في الملعب. وده دايما اللي بيحسه جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي بيعرف يفرق ما بين الفريق لما بيلعب بروح عاليه، والفريق لما يكون بيلعب وتحس ان ايه، يعني عايز الماتش يخلص، الدنيا تعدي، نكسب بالعافيه، المهم نكسب تمام. لا، مطلوب جدا ان روح اللعيبه تبقى عاليه قوي في الملعب، يبقى في اصرار كبير، يبقى في
يعني عزيمه بشكل اكبر من كده عشان تقدر تعوض الاداء السيء اللي بتظهر عليه، وعشان تقدر تواصل المنافسه على بطوله الدوري. وبطوله الدوري بصراحه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، وبالتحديد لما خسرت البطوله السنه اللي فاتت فهتبقى قاسيه وصعبه على الجمهور انك تخسر البطوله سنتين ورا بعض، حتى لو ظروفك فعلا صعبه، حتى لو في عوامل كتير جدا اثرت عليك. بيبقى في تفهم للجزئيه زي دي، ده امر مؤكد، بس اعمل اللي عليك في الملعب، موت نفسك في الملعب، والباقي بقى ده بتاع المولى عز وجل. لو ربنا رايد لك ان انت تفوز ببطوله الدوري هتفوز، مش مكتوب لنا خلاص، بس نبقى عملنا اللي علينا في الملعب. هو ده المطلوب من لعيبه النادي الاهلي. يعني مباراه المقصه والجونه، المباراتين اللي فاتوا الاهلي كسب، وكسب بالعافيه، بس كسب، وهو ده الاهم في المرحله الحاليه بصراحه. لكن برضو ما كناش لامسين، حتى لو مفيش اداء، مش لامسين حته ان بص انا بموت نفسي في الملعب هكسب باي طريقه، كل كوره داخل عليها بقوه وبشراسه ولازم اظهر بشكل كويس. دي مفتقدينها شويه، دي عايزينها يا جماعه في الماتشات اللي جايه، في التسع ماتشات يعني الحاسمين جدا جدا في بطوله الدوري. فلازم نخلي بالنا من جزئيه زي دي. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين النهارده من خلال الفوز على المقاولون العرب. مش مهم الاداء بالنسبه لي في المرحله دي، مش مهم خالص، المهم ان احنا نكسب الثلاث نقاط باي طريقه، نكسب ككوره يعني باي طريقه في الكوره، اي شكل بقى، اي تكتيك، اي حاجه، اكسب وخد الثلاث نقاط وتواصل الضغط على نادي الزمالك. بتقرب جدا كمان من فريق بيراميدز، لان هيكون لسه ليك مباراه مؤجله بعد ماتش النهارده مع الاسماعيلي. فكلها امور مهمه، اعتقد بشكل كبير ومتاكد كمان ان لعيبه النادي الاهلي مدركين كل هذه الامور، والجهاز الفني اللي له كل العذر في الحقيقه خلال المرحله الحاليه، لان الناس لسه جايين من الدار للنار. يعني كانوا مدربين في البرتغال، خدوا الاجازه بتاعتهم، هوب مفاوضات قوية مع النادي الاهلي، بقوا الراجل مدرب للنادي الاهلي ومعاه جهازه المعاون، فدخل على طول على مباريات قويه. خلينا نشوف اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه. يعني احنا دايما بنحاول نعيش جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه لكل الاجواء اللي موجوده وكل حاجه بتحصل في المعسكر، ودي لقطات حصريه وبشكل مباشر قبل مباراه اليوم. وهنكون معاكم كمان في المحاضره، واللعيبه داخله المحاضره، ومستر سواريش، واكيد كلام مهم كتير جدا هنقوله من خلال كمان زميلنا العزيز في مقر اقامه الفريق فاروق صلاح، اللي هيدينا كل الكواليس بشكل اكبر بعد شويه. لكن انا شايف ان في حاله من حالات الجديه والتركيز على وشوش اللاعبين كده، احنا شايفين اللقطات دي، الجهاز الفني حاله كمان من تحمل المسؤوليه، اللي هو ايه يا جماعه احنا لا لازم نبقى افضل من كده ولازم نكسب. كل دي حاجات مطلوبه، كل دي حاجات انت لازم تكون عامل حسابك عليها سواء كجهاز فني او لاعبين، عشان تقدر تتخطى المرحله دي، تقدر تتخطى الصعوبات دي. ديانج من اللعيبه اللي في الحقيقه الفتره اللي فاتت ماشيين بشكل كويس، يعني الشوط الثاني مثلا في مباراه الزمالك، الشوط الاول طبعا الفرقه كلها كانت وحشه جدا، الشوط الثاني في مباراه نهائي كاس مصر هو نجم النادي الاهلي وابتدى يستعيد مستواه تدريجيا. ماتش الجونه اتوقف، الماتش اللي فات مع المقصه جاب هدف الفوز وكان عامل مباراه كويسه، وفي كره كمان عملها بشكل جمالي رائع ما كانش موفق فيها. احمد عبد القادر برده اللي كان معانا في الصوره في اللقطه اللي فاتت، لعيب مهم جدا، محتاج يلعب بشكل جماعي اكتر، عنده مهارات فرديه عظيمه بصراحه، بس لازم يوظفها صح، وهنا ده دور المدير الفني ازاي يقدر يتعامل في جزئيه زي دي. علي لطفي بالمناسبه من المرشحين ان هو يلعب مباراه اليوم لو الشناوي مش جاهز بنسبه 100%، وده اللي هنعرفه برده كمان شويه. الشناوي نجم كبير، حارس مصر الاول وحارس افريقيا الاول، الاتحاد الافريقي نفسه هو اللي قال كده، قال لك ده افضل لاعب في افريقيا مش افضل حارس بس داخل القاره يعني. فالثقه كلها في الشناوي، الثقه كلها في محمد الشناوي. اي لعيب في الدنيا وارد انه يعني يتعرض لفتره صعبه جدا من اهتزاز في المستوى، ثقه مهتزه شويه، كلام من ده وارد. اي هات احسن لعيب في الدنيا، بتحصل. ميسي الموسم اللي فات ليه مع باريس سان جيرمان اللي هو اول موسم مش هو ميسي. فالشناوي محتاج مسانده وثقة من الجمهور، لأن يعني مسيرته مع النادي خير دليل على مدى إمكانياته ومدى قيادته للفريق ومدى يعني جدارته بالتواجد داخل النادي الأهلي يعني.
فدي كلها امور اكيد بنثق فيها وعارفينها كويس جدا بخصوص نجمنا محمد الشناوي. يعني علي لطفي برضو نزل الماتش اللي فات كان يعني كويس ما اختبرش بشكل كبير، لكن في نفس الوقت امور كلها مهمه جدا. طيب نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. خليني اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي مباراه اليوم. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير. في خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد، علي معلول، كريم فؤاد اللي ادى ماتش رائع في قدام المقص الماتش اللي فات. خط الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، زياد طارق، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، محمد محمود، لويس ميكيسوني، ومحمد فخري. وفي خط الهجوم كل من صلاح محسن اللي بيعود للقائمه، وحسام حسن مهاجم النادي الاهلي. قائمه والله لما تبص على الاسماء لعيبه جامده، لعيبه جامده، هي في مرحله صعبه بس ان شاء الله باذن الله يستفيقوا بشكل تدريجي، وباذن الله الثقه ترجع، وباذن الله مع نهايه الموسم نكون فرحانين ببطوله الدوري، وعندنا ثقه كبيره وامال كبيره جدا فيهم باذن الله تعالى. حكام مباراه اليوم النهارده الكابتن محمد عادل هو حكم الساحه، حكم مساعد محمود ابو الرجال، حكم مساعد تاني هاني خيري، حكم رابع عاطف حسين، حكم فيديو مصطفى مدحت، حكم فيديو مساعد هاني العراقي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، يعني يديروا مباراه بمنتهى الحياديه و بمنتهى يعني الجداره الفنيه، وهنشيد بيهم باذن الله لما يقدموا ماتش كويس بدون اخطاء. رغم الاخطاء وارده بس في اخطاء بتبقى يعني فجه قوي لازم يخلوا بالهم منها. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب خليني اقول لكم، هبعد عن النادي الاهلي يعني دقيقتين كده، اقول لكم بس على تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي للمواجهه اللي هتنطلق بعد اقل من ساعه دلوقتي او اقل من ساعه الا ربع كمان في كاس بطوله كاس الدرع الخيريه، ومستهل موسم طويل جدا في الدوري الانجليزي. ده تشكيل ليفربول قدام حضراتكم. ادريان في حراسه المرمى بسبب اصابه اليسون، وفي خط الدفاع كل من ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، وروبرتسون. في نص الملعب فابينو، هندرسون، وتياجو الكانتارا. وفي خط الهجوم كل من فيرمينو ولويس دياز ومحمد صلاح. ده تشكيل ليفربول. في المقابل مانشستر سيتي بيتسلح بألاند كمهاجم جديد ومهاجم للفريق في مباراة اليوم الصعبة. ففي حراسة المرمى إيدرسون، في خط الدفاع كل من ووكر، روبن دياز، وناسيان أكي، وجواو كانسيلو. في نص الملعب رودري، كيفن دي بروين طبعا أحد أبرز اللاعبين، وبرناردو سيلفا اللي فيه كلام على رحيله لبرشلونة. وفي الخط الأمامي هيكون متواجد جاك جريليش ورياض محرز النجم الجزائري، وأيضا إيرلينج هالاند الوافد الجديد. مباراة هتكون ممتعة وقوية للغاية، نتمنى فيها كل التوفيق لنجمنا المصري الكبير محمد صلاح. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا كواليس كتير من مقر إقامة النادي الأهلي قبل التحرك لمباراة اليوم ومواجهة فريق المقاولون العرب. لحظة بلحظة هنحكي لكم كل التفاصيل وكل الكواليس، فاستنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني في إطار حديثنا عن مباراة اليوم الهامة أمام المقاولون بالنسبة للنادي الأهلي، خلينا نروح سريعا للزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي من مقر إقامة الفريق أو فندق الإقامة قبل مباراة اليوم عشان يحكي لنا كل التفاصيل والكواليس اللي تتعلق ببرنامج الفريق النهاردة قبل هذه المباراة الهامة. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز. مباراة مش أكد يعني هأكد برضو على كلامك أمير، مباراة في غاية الصعوبة للنادي الأهلي، خلاص المرحلة الأخيرة، مباراة كلها صعبة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله. ان شاء الله يا فاروق، لكن اكيد كواليس كتير بتتعلق بما قبل انطلاق هذا اللقاء بخصوص الفرقه، الاستعدادات، الحاله النفسيه المعنويه بالنسبه للاعبين. هنتكلم في حاجات كتير جدا انا وانت يعني، ونحكي كمان لكل جماهير النادي الاهلي، لكن بدايه طمني على الفريق والمباراه النهارده وكيف استعد النادي الاهلي لهذه المواجهه الصعبه.
يعني خليني اقول لك امير، الاهلي استعد لهذه المواجهه الصعبه يعني عاقب نهايه مباراه مصر المقصه، وخلينا ناكد ان النادي الاهلي فاصل كل مباراه، كل مباراه بتنتهي بيتم خلاص الاستعداد للمباراه الاخرى. احنا في مرحله المهم فيها الثلاث نقاط. يا امير، المعادله الصعبه ان يعني او الجمهور النادي الاهلي متوقع او دايما بيحب ان طبعا يكون الاداء الجميل مع الثلاث نقاط، لكن خلينا ناكد على الكلام مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين، انا عايز من كل مباراه ثلاث نقاط. مهم جدا يكون عندك شخصية الفريق ان انت لو مش موفق في يومك تكون قادر على تحقيق الثلاث نقاط. دي نقطة من النقاط المهمة جدا اللي بيأكد عليها الجهاز الفني في كلامه مع اللاعبين. مرحلة صعبة جدا، مواجهات صعبة جدا، الدوري هذا الموسم واحد من الدوريات الصعبة جدا، خلاص الفرق كلها عندها الامل سواء للمنافسة على القمة او الهروب من يعني الهبوط. مواجهتك مع فرقة زي مصر المقصة ما حدش كان يتوقع ان متزايل الدوري يكون اداء يكون مثلا بهذه الندية امام النادي الاهلي. ايضا فريق المقاولون العرب النهارده واحد من الفرق اللي بيزيد من صعوبه اللقاء، الموقف الصعب جدا اللي فيه نادي المقاولون العرب اللي هو دائما مباراته ومواجهته مع النادي الاهلي بتتسم بالنديه، ومباراه بتبقى مباراه صعبه جدا. الاهلي بدا استعداده لفريق المقاولون العرب يا امير بعد ما اغلق صفحه فريق مباراه مصر المقصه، استأنف تدريباته يعني اليوم التالي المستر ريكاردو سواريش، انت عارف الوقت قصير جدا، استشفى مع الشغل البدني الخفيف جدا، لكن الامور اللي بيفرد ليها وقت اكتر مستر ريكاردو سواريش هي الجوانب التكتيك، يحاول يشتغل شويه على الجوانب التكتيك، الكرات الثابته، الدوافع النفسيه والعوامل النفسيه، دور مهم جدا بيشتغل عليه الجهاز الفني سواء كابتن سامي باقي الجهاز مع الفريق لويس بيريرا وراؤول فاريا مطور الاداء لعلاج بعض الاخطاء اللي بيقع فيها اللاعبين. ده من الامور اللي لامسينها من الجهاز الفني خلال الفتره الماضيه او استعداده لمباراه المقاولون العرب. طبعا الى جانب المحاضرات الفنيه اللي بيعقدها مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين، اتكلم طبعا على الاجهاد اللي بيعاني منه فريق النادي الاهلي في ظل ضغط المباراه. يعني امير في مباراه الجونه قبل المباراه قال لي انا النهارده في اصابتين ثلاثه، يعني طبعا انت عارف اجهزه الجي بي اس الموجوده عند النادي الاهلي بتحدد يعني درجات تحمل اللاعبين للتدريب، وانت عارف يا امير النادي الاهلي عنده اجهزه طبيه طبعا بتحدد يعني ازاي ان اللاعب هيكون عرضه للاصابه امتى، والنادي الاهلي بيتلافى هذا الامر. عقب طبعا مباراه الجونه قال لي انا قلت لك ان هيبقى في اصابتين ثلاثه وده اللي حصل، عندنا اجهاد لكن بيحاول ان هو يتلافى هذا الاجهاد. شفناه من المباراه الماضيه ادى راحه اكتر لحمدي فتحي، حاول يريح علي معلول اللي من المتوقع ان شاء الله يكونوا النهارده في التشكيل يعني تشكيل النادي الاهلي هذه المباراه، وان شاء الله يعني الامير نتمنى التوفيق اي 11 لاعب النهارده يكون قادر ان شاء الله على تحقيق الثلاثه نقاط اللي باكد ان هم في غايه الاهميه للاهلي هذا الموسم. طبعا يا فاروق، لكن انت اكدت على اكتر من نقطه مهمه جدا وبتتعلق بالتحديد بسواريش المدير الفني ومطالبته الدائمه للاعبين بالفوز، وان الراجل مش مركز دلوقتي على الاداء لان فعلا المرحله الحاليه صعبه، يعني الجانب الاكثر منطقيه ان انت ما تلاقيش اداء في ظل ضغط المباريات وكل ثلاث ايام بتلعب ماتش واصابات كتير وكلام من ده. فدي جزئيه لازم ناكد عليها فاروق في الحقيقه، لان انت بتنافس على بطوله والاهلي ما زال موجود في المنافسه ومرشح وبقوه، ده امر لازم ناكد عليه لان ده النادي الاهلي اسم كبير جدا، امكانيات اللعيبه بتاعتنا امكانيات تقيله حتى لو هم مش في افضل فتراتهم. فانا عايز اكد على جزئيه ان اي مباراه قادمه هي مباراه فوز وثلاث نقاط فقط. هننتظر الاداء طبعا بس مش من دلوقتي، ممكن بعد الفتره اللي جايه او بعد ما الدوري يخلص يبتدي الراجل بقى يحط ايده على الفرقه بشكل اكبر، يعرف السلبيات، يعرف النواقص، يعرف الايجابيات ايه ويشتغل عليها، وبالتالي هنشوف الاهلي بشكل او بصوره افضل من كده بكتير، صح؟ بالفعل يا أميرة، خلينا أكد لك على جملة مهمة جدا دايما بيقولها في محاضراته في كلامه مع اللاعبين. قال شخصية الفريق البطل هو اللي يكون قادر على تحقيق الثلاث نقاط في أسوأ الظروف. الفريق اللي يعني انت بنقولها بلغة الكرة يا أمير اللي مش في يومه أو مش موفق في يومه يكون عنده شخصية اللاعبين اللي قادرين على تحقيق الثلاث نقاط. قال دايما إن البطولات بتحسم أو تحسب بعدد النقاط بالأكثر حصولا على النقاط وليس بالأكثر والأجمل أداء. احنا عايزين نحقق المعادلة الصعبة، وإن احنا مش هقول انها معادله صعبه، ان انا الجمهور النادي الاهلي عارف ان جمهور النادي جمهور ذواق عايز الكره الجميله وعايز المكسب والثلاث نقاط، لكن الوقت الراهن الوقت اللي انا فيه في ظل الاصابات في ظل الغيابات في ظل ضغط المباريات، النقطه الاهم اللي انا باكد عليها هو تحقيق الفوز بالثلاث نقاط من كل مباراه والخروج باقل عدد ممكن من الاصابات للاعبين، لان دايما بيقول الف كل مباراه لازم يطلع عندنا اصابه او اثنين، لكن يعني غصب عنه حتى لو هو عارف يا فاروق ان هيطلع اصابه او اثنين
هو الراجل غصب عنه لازم هيلاعب اللعيبه اللي هو ممكن يكون متوقع ان هم يتصابوا نظرا لجهاز الجي بي اس مثلا انت اتكلمت عنه. انت دلوقتي في مرحله حاسمه محتاجه تضحيات، محتاجه ان انت خلاص ما فيش اوبشنز عندك ان انت تريح فلان او تعمل حاجه غير في اضيق الحدود يعني. فهو مجبر برضه على جزئيه زي دي بصراحه يعني، الله يكون في عونه ويكون في عون اللعيبه كمان يعني. بالظبط يا امير، الى جانب طبعا انت عارف بقى مع ضغط المباراه الاجهاد الذهني ايضا يعني بيحاول ان هو يخفف الامور دي على اللاعبين، حاول ان هو يعقد جلسات فرديه مع اللاعبين دور الجهاز الفني يعني. خلال الفتره الاخيره يعني بدءا من مباراه مصر المقاصه بدا مستر ريكاردو سواريش في عقد الجلسات الثنائيه مع اللاعبين، بيتكلم برده مع اللاعبين بيحفز اللاعبين. انت عارف ان الفتره دي فتره صعبه جدا، الدافع النفسي والعوامل النفسيه هي نقطه السر وكلمه السر في هذه المباراه باذن الله. امير ان شاء الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على الهواء مباشره من فندق اقامه الفريق قبل مباراه اليوم. في الحقيقه فاروق قال لنا كل التفاصيل الصغيره والكبيره اللي بتتعلق باستعدادات الاهلي لهذه المباراه. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، وعندنا كلام لسه مهم وهتكلم على قائمه الاهلي تاني، وعندنا لقطات تانيه برضه هنعرضها لحضراتكم خاصه بمقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا ناخد ترند الاهلي ونشوف ايه اهم واخبار او اهم وابرز الاخبار اللي تتعلق بالفريق قبل مباراه اليوم. كل تقريبا بيتوقع تشكيل النادي الاهلي للماتش كوره بلس، نبتدي بيهم من خلال حسابه على فيسبوك. محمد الشناوي حارسا وحسام حسن يقود الهجوم، وبيقولوا التشكيل المتوقع نزل محمد الشناوي. الشناوي جاهز يا جماعه ان شاء الله ان هو يخوض المباراه، لكن يعني برده ممكن يكون في رؤيه مختلفه للجهاز الفني ان يتم اراحته بعد الكدمه القويه اللي تعرض ليها في مباراه المقصه. لكن حتى الان الشناوي موجود في حراسه المرمى، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي، اليو ديان، كريم فؤاد، افشه، حسام حسن، احمد عبد القادر. في اعتقادي يعني الشكل الاقرب او الطريقه الاقرب هيلعب بيها النادي الاهلي هي 3-4-3، وزي ما هنا برضو يلا كره بياكدوا في الجزئيه دي ان في مفاضله بين الشناوي ولطفي. هننتظر ونشوف التشكيل الرسمي، لكن هنا التشكيل المتوقع الشناوي او علي لطفي في خط الدفاع، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. في نص الملعب حمدي فتحي، اليو ديانج، علي معلول، وكريم فؤاد، وثلاثي المقدمه كل من احمد عبد القادر وقفشه وحسام حسن. والله يا جماعه لما تيجي تبص على الاسماء، ها اسماء تقيله عندنا لعيبه كويسه جدا، ده غير الناس المصابه. هي القصه حاليا هي ازمه ثقه في رايي بيمر بيها لعيبه النادي الاهلي، بمجرد ما يعني ماتش يتلعب بشكل كويس كده ويكون مرضي هتلاقي الدنيا قرت بعد كده، انتصارات واداء جيد ونتائج جيده باذن الله تعالى يعني. خلينا نثق في فرقتنا بشكل اكبر من كده، وهنا الدور الاكبر طبعا على اهم لاعب في النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. نروح ليلا كوره، حسام على فيسبوك وبيتكلموا على ان موقف سواريش من ريان ومرحله ما بعد بنون، بدر بنون خلاص هيرحل ل او رحل يعني يعتبر خلاص لقطر القطري بعد نجاح المفاوضات وبعد رغبه اللاعب نفسه في الرحيل لظروف خاصه. فبالتالي هنا بيتكلموا على ان سواريش طلب ان احمد ياسر ريان يشارك في التدريبات، هو فعلا بيشارك في التدريبات مع الفريق رغم ان هو ما ينفعش يلعب اي مباراه حاليا، لكن ربما يكون موجود مع الفرقه في بدايه الموسم الجديد. سواريش يعني قرر ان هو يشوف احمد ياسر ريان قدام عينه في الملعب ويحكم عليه وبعد كده يقيم وبعد كده ياخد القرار، وسواء باستمرار احمد ياسر ريان او يخرج على سبيل الاعاره. اما فيما يتعلق بما بعد بنون، الاهلي عنده مدافعين كويسين لكن عايز يدعم ولازم يدعم في كل الاحوال عشان برضه ما نقولش كلام متزوق. الاهلي محتاج تدعيمات قويه جدا وده اللي هيحصل ومؤكد وبيحصل، فدي جزئيه مهمه جدا. في خط الدفاع ممكن تلاقي تدعيمات، بس اعتقادي الشخصي ان مش هيكون لاعب اجنبي، ممكن تلاقي لاعب محلي جيد موجود. هنا بقول لك يعني ايه قرايه للمشهد لكن مش بقول لك معلومه، خلي بالك عشان الكلام يبقى واضح يعني. فكل شيء معمول حسابه، بس نعدي بس المرحله دي وهتلاقوا اخبار تفرحكم باذن الله تعالى. خلينا نروح للوطن الرياضي، وحسابه على فيسبوك وبيتكلموا على ان في مصدر في الاهلي قال لهم اسباب نفسيه وراء استبعاد بيرسي تاو من المباريات. الراجل شايف طبقا للي مكتوب في الخبر ان هو مش جاهز نفسيا لخوض المباريات دلوقتي، لكن طبيا هو جاهز ما عندوش اي مشكله طبيه، بدنيا جاهز بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وبنسبه كبيره المباراه القادمه ممكن تلاقوا بيرسي تاو اساسي في التشكيل، من الوارد جدا قدام فاركو يوم الاربعاء على ما اعتقد يعني. فان شاء الله يدعم صفوف الفرقه في المرحله المقبله، لان بصراحه الاهلي محتاج لكل لاعب، كل لاعب موجود في القائمه الاهلي محتاج له بشكل قوي جدا في المرحله دي.
سبورتس 360 على تويتر بيتكلموا على ارقام حسين الشحات من ساعه ما انضم للنادي الاهلي وان في بصمه واضحه للاعب. وانا عاجبني قوي الحاجات اللي زي دي. ممكن حسين الشحات يكون من اكتر اللاعبين الناس تنتقدهم. ليه بينتقدوهم؟ عشان متوقعين منه افضل من كده. ورغم ذلك ارقام حسين الشحات ايه؟ من اول ما جه موسم 2018 2019 لعب 26 مباراه، ساهم في 10 اهداف بمعدل 6 اهداف و4 اسيست في 26 مباراه، رقم جيد. 19 20 لعب 38 مباراه، 11 هدف و9 اسيست، يعني ساهم في 20 هدف، المعدل بيزيد. 20 20 2021 44 مباراه، 11 هدف و13 اسيست، المعدل في تصاعد. السنه دي 2021 2022 34 مباراه، 7 اهداف و6 اسيست، وهنا عشان تعرض لاصابات مختلفه في فترات كتيره. لكن حسين الشحات قيمه فنيه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، محتاج ان هو يثبت على مستواه العالي، ما يبقاش فيه اهتزاز. لكن هو لعيب كبير طبعا، لعيب كبير، شخصيه قويه جدا في الملعب، شخصيه قويه، عنده مهارات، عنده حلول، عنده بدليل البطولات الكتير اللي جابها مع الفرقه. فنتمنى باذن الله عودته بالسلامه الاول بعد الجراحه اللي عملها في الركبه، وان شاء الله باذن الله يعود لمستواه المعهود. اخر خبر معايا في ترند الاهلي وايضا بيتعلق بحسين الشحات، وده من خلال مبتدا حسام على تويتر بيقولوا احاله ملف حسين الشحات الى سواريش بعد طلبه ضم عناصر بمواصفات خاصه بمركز الجناح. بصوا يا جماعه، الاخبار اللي زي دي بيبقى ايه؟ بتبقى عباره عن اخبار استنتاجيه، اللي هو الراجل اكيد بيدور على اجنحه، والاهلي محتاج اجنحه برضه. الاهلي اهو انا بقول لحضراتكم محتاج اجنحه، تمام، وهيجيب اجنحه، ده امر مؤكد. لكن في نفس الوقت حسين الشحات من الاجنحه المميزه. هل انت مثلا عشان تجيب جناح لازم هتمشي حد؟ لا. فدي جزئيه مهمه جدا. الناس بتحاول تتنبا، بتحاول تتوقع، تستنتج، وده او دي سياسه من السياسات اللي بتتعلق بالشغلانه، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. لكن المؤكد ان الامور طبيعيه ومفيش اي مشكله، وهنشوف الامور هتخلص على ايه بخصوص الصفقات والراحلين عن النادي الاهلي، بس مش ده وقته. فاصل سريع بعدين كده. الاخبار المحليه وابرزها ايه؟ نبتدي بحساب الوطن الرياضي على فيسبوك اللي بيقول ان في تحرك جديد من اتحاد الكره لانهاء ازمه المستحقات المتاخره لكارلوس كيروش، وده هيكون من خلال المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ وليد العطار. الخبر اللي بعده حساب الرسمي لكوره 11 على فيسبوك بيقولوا ان في وجوه جديده في الفراعنه، نجم جديد تحت مراقبه فيتوريا على اعتاب الانضمام لمنتخب مصر. وانا بيعجبني جدا المدرب اللي ما يبقاش يعني حاطط عينه على مجموعه معينه بس من اللاعبين، لا، يحاول يستكشف ويشوف لعيبه جديده ممكن تفيد منتخبنا. فنتمنى له يا رب كل التوفيق، ودي حاجه هتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لنا يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر وهو بيتعلق ايضا بمنتخبنا. واحنا جالنا عرض يوم الجمعه بالليل كاتحاد كوره يعني، او كاتحاد مصر لكره القدم، بخصوص مباراه مع بلجيكا اللي بتستعد لكاس العالم اللي عندها في المجموعه بتاعتها المنتخب المغربي. فهم عايزين مدرسه قريبه من مدرسه المنتخب المغربي، فقال لك مصر في منتخب كبير وقدر يفوز على المغرب في أمم أفريقيا، وفرقة تقيلة طبعا، وإحنا فرقة تقيلة. في نفس الوقت في تخوف، وأنا مش عارف سببه إيه، عند اتحاد الكورة إن إحنا نلعب مع بلجيكا ونخسر كتير. يا جماعة نلعب عادي، إحنا عشان نوصل للليفل ده أو نحاول نبقى قريبين من الليفل ده لازم نحتك احتكاكات قوية جدا مع أندية عالمية أو مع منتخبات عالمية نقدر نستفاد منها. مش مهم نخسر ستة ولا خمسة ولا بتاع، مش مهم، لأن إحنا في بداية فترة ومرحلة جديدة بإذن الله نوصل من خلالها لمستوى جيد يعني. فضروري ضروري ان احنا نلعب مواجهات زي دي. بالمناسبه في عرض كمان من المنتخب الارجنتيني يعني، فالمواجهات اللي زي دي هتفرق قوي وهتفيد جدا المدير الفني. الا اذا بقى احنا برضه هتفضل ثقافتنا لو خسرنا ماتش كبير نمشي المدرب حتى لو ما بقالوش يعني يومين يعني. ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه، توقعاتكم لنتيجه الماتش وليه كمان التشكيل. نبتدي بعبده جمال واللي قال محمد الشناوي، كريم فؤاد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، اليو ديانج، لويس ميكيسوني، افشاش، احمد عبد القادر، حسام حسن. وبيتوقع فوز الاهلي على المقاولون 2-0 يا رب يا مسهل. خلينا كمان ناخد سعيد صالح، علي لطفي، كريم فؤاد، ياسر، رامي، معلول، ديانج، حمدي، افشا، عبد القادر، حسام، صلاح، محسن. الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله يا رب باذن الله. كمان حازم حماده، شناوي، ياسر، ربيعه، ايمن، كريم فؤاد، معلول، ديانج، حمدي، افشا، عبد القادر، حسام، وبرده هنكسب 2-0. يعني الكل بيتوقع فوز الاهلي 2-0،
نتمنى ايا كان الفوز باي نتيجه، المهم نكسب وتكون 3 نقاط اضافيه في رصيد النادي الاهلي في هذا المشوار الصعب من بطوله الدوري مع نهايته بالتحديد. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.